بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أجمعين. أيها الأحبة، اليوم استوقفتني قصة غريبة وجميلة وفيها عبرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اسمعوا لهذه القصة. رجل أوروبي عمره 93 سنة أصيب بمرض الكورونا، عافنا الله وإياكم، دخل المستشفى، وضعوه تحت التنفس الصناعي لمدة يوم واحد، ثم تباشروا حالته حتى عافاه الله سبحانه وتعالى وطلع. وعند الخروج أعطوه فاتورة بقيمة 500 يورو. قال: حقت إيش 500 يورو؟ قالوا: هذه حقت التنفس الصناعي لمدة يوم. بكى هذا الرجل العجوز. قالوا: ليش تبكي؟ ما تقدر تدفع؟ قال: لا أنا أقدر أدفعها، لكن أنا بكيت إذا أنا مدين لكم في يوم واحد ب500 يورو، يعني نتكلم عن حدود 2000 وزيادة ريال. إذا أنا مدين لكم ب500 يورو حق يوم واحد، وأنا الآن عمري 93 سنة، فيا ترى كم أنا مدين لله مقابل هذه السنين والأيام، آلاف الأيام التي كنت أتنفسها ولم أدفع المقابل؟ والسؤال لنا جميعا أيها الأحبة: كم نحن مدينون لله سبحانه وتعالى مقابل هذه الصحة التي نتمتع بها طيلة هذه الأعوام؟ صحة في التنفس، صحة في الكبد، صحة في الكلى، صحة في الرئتين، صحة في العقل، صحة في الدين، صحة في الأهل، صحة في الأولاد والذرية، صحة في كل شيء. كل ما بين يديك أنت مدين لله سبحانه وتعالى بكل شيء. كم نحن مدينون لله سبحانه وتعالى؟ يا ترى هل قضينا هذا الدين؟ أو هل قضينا جزء من هذا الدين؟ كل واحد منا يسأل نفسه: وماذا صنع حتى يقضي جزء من دينه لله تبارك وتعالى؟ إن ربكم عز وجل لطيف رحيم كريم، أعطانا الكثير وطالبنا بالقليل، فلنكن بخلاء على أنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة.